السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولة في مايكروسوفت باوربوينت، اللي هو بنحس اللي بنحدد حجم الورقة اللي احنا أو حجم الشريحة اللي احنا هنشتغل عليها. ممكن تكون أفقي وممكن نخليها عرضي بهذا الشكل أهي، عن طريق السايد. عن طريق السايد نختار الاختيار التاني كده، شكل عرضي، شكل عرضي. وهنا بندوس على نيو سايدي، بيجيب لك الشريحة التانية. الشريحة الأولى بيديك هنا عنوان ممكن تزيله، وبيديك هنا التايتل ممكن تزيله، تمام. وفي نفس الوقت طبعا ده الشريحة التانية. عايزين نعمل هنا الكلمة، نضغط عليها يدينا على السايت التاني. السايت التاني هنيجي هنا ونستخدم مثلا زر مثلا اهو، وهنكتب عليه مثلا خريطة العالم. خريطة العالم هنا هنقف عليه ونخش على الرابط التشعبي، نضغط عليه ونقول له احنا عايزين نروح على السايت التاني، عايزين نروح على السايت التاني، ندوس اوكي، ندوس اوكي. هنا هخش ونحضر الخريطة، هخش هنا في المكان التاني او الشريحة التانية ونطلع الصورة. الصورة هي ونعمل لها تأثير، تأثير والتأثير دوت هنخليه مجرد ما يفتح تلقائيا اهو عند الفتح، هنشتغل ستارت يعني يبدأ مباشرة. تعال نشوف المعينة، يودينا إلى خريطة العالم، يودينا إلى خريطة العالم. هنعمل برضه زر تاني هنا، هناخد دي نسخة ويودينا هنا الجزء ده، نضيفه هنا أهو وننزل ساقط كده، ونكتب هنا العودة. عودة إلى الرئيسي، عودة إلى الرئيس. بس هنا هنيجي هنا على الارتباط الشعبي، هنخش هنا كليك يمين ونحدد سايد 1، نحدد سايد 1 خريطة العالم، العودة إلى الرئيسي، خريطة العالم، العودة إلى الرئيسي، وهكذا. ده درس النهاردة بتاع رابط التشابك. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.